الرئيس السيسي يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل. سلطة الانتخابات في الجزائر تعلن قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة. اتهامات جديدة لتركيا باستخدام أسلحة كيماوية في عدوانها على شمال سوريا. الخامسة مساء، الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزير النقل، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في الخدمات المقدمة لركاب هيئة السكك الحديدية، فضلا عن سرعة الانتهاء من تنفيذ خط مونورال العاصمة الإدارية الجديدة لربطها بكل من القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومختلف ضواحي القاهرة، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع والمقرر أن يربط ما بين مدينتي العلمين والعين السخنة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة بي آر إل الأمريكية للسكك الحديدية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد على الأهمية الخاصة لمشروعات السكك الحديدية، موجها بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين. أعلن رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية قبول ملفات 5 مرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 من ديسمبر المقبل. وأوضح محمد شرفي رئيس الهيئة أنه تم قبول ملفات كل من نجد عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن جرينا وعلي بن فليس وعبد المجيد تبون وعبد العزيز بالعيد للترشح للرئاسة من أصل 23 شخصا قدموا ملفات الترشح، مشيرا إلى أن 143 شخصا سحبوا طلبات الترشح للرئاسة. حذر عبد الكريم خلف المتحدث باسم الجيش العراقي من أن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين. في هذه الأثناء أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12,000 آخرين منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي. قال طبيب متطوع سويدي لعلاج مصابي العدوان التركي على سوريا أن الجيش التركي قد استخدم الفوسفور الأبيض والأسلحة الكيماوية. وأضاف الطبيب عباس منصور أنه عاين خلال وجوده بالمستشفى الرئيسي لمدينة الحسكة مرضى مصابين بحروق شديدة تعتبر من مظاهر استخدام الأسلحة الكيميائية على وجه التحديد. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري actionnews.tv. إلى اللقاء.